أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة كان الناس أمة واحدة فبعث الله
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. Serta teki 154 untuk memasuki mimbar tilawah. Qori yang memiliki nomor peserta teki 154 akan membacakan surah Al-Ma'idah dimulai dari ayat 35 dan seterusnya. Dewan Hakim yang kami hormati, Qori yang memiliki nomor peserta teki 154 akan membacakan surah Al-Ma'idah dimulai dari ayat 35 dan seterusnya. Disilakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أن تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن
Wandu lautan kfuru nakama kafaru fatangkunu nasawa. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله
Wa'ala